معي من دبي محمد صبرا، المحامي والقانوني والحقوقي السوري. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد محمد. لو التزم أوباما بالخط الأحمر الذي رسمه لكان انتهى نظام الأسد منذ زمن، هذا ما قاله ترامب، وبشكل رئيس يتحدث مفروض عن الغوطة 2015. كيف سيتصرف ترامب الآن؟ مساء الخير لك يا أستاذ المشاهدين. أهلا وسهلا. حقيقة يعني يفترض الآن بالمجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية التحرك بشكل جدي، لأن ما حدث البارحة في الغوطة له أكثر من دلالة وأكثر من رمزية. كما ذكر التقرير، جاء الهجوم بأحد الغازات السامة الذي لم يحدد حتى الآن طبيعته، ويبدو أنه تركيبة خلطة جديدة إيرانية روسية، بالإضافة إلى جهود النظام بتطوير سلاحه الكيماوي. هذه الضربة جاءت في يوم ضرب مطار التشعيرات، وهي رسالة موجهة مباشرة لإدارة الرئيس ترامب. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، البارحة تحديدا تعلن إيران عن بدء تنفيذ مشروع الجسر البري الواصل، وهي شبكة طرق تمتد من طهران وحتى البصرة، ومن ثم النجف، كربلاء، بغداد، دمشق، بيروت. أي أنها تقول للإدارة الأمريكية أنكم لم تستطيعوا أن تفعلوا شيئا، وهانذا أكمل عملية تمددي وأكمل عملية سيطرتي على كل منطقة المشرق العربي. بس تختلف، لا شك بأنه تختلف السياسة اليوم، تختلف إدارة ترامب. يعني الكل يترقب ما الذي يمكن أن يحدث. يعني حدث ردة فعل بشعيرات طبعا يمكن كانت غريبة للكثيرين بعد عهد أوباما. نعم، نحن ننتظر الآن. هناك اجتماع غدا للقيادة العسكرية الأمريكية مع الرئيس ترامب، ربما بجوجلة الخيارات العسكرية المتاحة. كما نعلم سابقا أثناء ضرب الشعيرات قدم أكثر من سيناريو، منها ما يتضمن ضرب كل المطارات التي يسيطر عليها بشار الأسد، وإضافة إلى ذلك ضرب القوى الجوية التي تقوم بعمليات القصف وضربات محدودة. الآن الإدارة الأمريكية ربما تروز خياراتها وتحاول أن تصل إلى الخيار الذي تراه هي مناسبا. طبعا بالنسبة لنا كسوريين، نحن منذ عام 2011 ونحن نقول للعالم يجب عليكم أن تتدخلوا طبقا لقواعد المسؤولية لحماية المدنيين. للأسف ما قام به أوباما هو كان عملية انتهازية في السياسة من أجل تمرير الاتفاق النووي مع إيران. وافق على ارتكاب كل الحماقات والمجازر والجرائم التي تم ارتكابها في سوريا. طبعا قالت بانه النظام قال بانه هذه محاوله مكشوفه وفاشله مسلحي جيش الاسلام. روسيا قالت بانها انباء مفبركه، وقالت بانه حتى بعد تحرير دوما هي مستعده لان ترسل الخبراء والمحققين للتاكد من عدم استخدام المواد هذه. يعني هل هذه ثقه ام فقط كلام؟ لا يا سيدتي، لأن الذي حدث البارحة تم ضرب نوع من الغاز لم يحدد، كان غاز يؤثر، عامل يؤثر على الأعصاب، يشل الأعصاب ويمنع الجهاز التنفسي من التنفس. وبعد ذلك مباشرة تم ضرب حاوية فيها غاز الكلور، وبعد ذلك تم ضرب مجموعة من البراميل المتفجرة التي أشعلت نيران لتحرق ما تبقى من هذا الغاز. معروف، أي شخص مختص في هذا المجال يعرف تماما بأن بقاء الغاز فوق سطح الأرض هو مدة 24 ساعة، وعندما تأتي نيران عوامل نارية فإن ما تبقى من الغاز يحترق، يتطاير. هذه الحديث الروسي ليس من مبدأ الثقة، وإنما من مبدأ إحكام الجريمة. الروس كما اغتالوا ماذا يمكن ان تكون هذه الماده؟ يعني قلت سيد محمد بانه لم تسمى بعد طبعا، وانه يمكن ماده جديده، ماذا يمكن ان تكون؟ يعني خلط لمواد معينه، وقانونا كيف تفند المحاسبه؟ يعني الكل
كل مادة لها كيف القانون المقاضاة مستخدميها. نحن تحدثنا مع أطباء فرنسيين شاهدوا الفيديوهات، شاهدوا التشخيص الأولي للصور، وهم قالوا بأن المادة المستخدمة هي ذات سمية عالية، وربما يكون غاز السارين بعد خلطه بأحد العوامل الأخرى لتخفيف نسبة انتشاره ولتخفيف نسبة سميته حتى يقتل في مكان محدد. التأكيدات التي أكدها، وأنا عندما أقول بأنه تم ضرب السارين في البداية ومن ثم الكلور، هذا كلام الأطباء الذين تحدثنا معهم والذين شاهدوا الصور وحللوا هذه الصور. طبعا كل العناصر الكيميائية هي تدخل في إطار الحظر، هي تدخل في إطار القرار 2118 الذي صدر في أعقاب الهجوم بغاز السارين في آب عام 2013. إضافة إلى ذلك أن غاز الكلور بحد ذاته عندما يستخدم في العمليات العسكرية هو يكون مشمولا بتوصيف الأسلحة الكيماوية، استخدامه كسلاح ممنوع ويطال. عادة كل غاز على حدة كمواد سامة كيماوية في عند المحاسبة، صحيح؟ الآن عندما تتم المحاسبة تتم وفقا لمفهوم جريمة الحرب، استخدام الغاز بحد ذاته حتى لو لم يؤدي إلى سقوط ضحايا، مجرد أن تستخدم غاز كيميائي فأنت ارتكبت جريمة حرب وبالتالي تعاقب كمجرم حرب، بغض النظر سقط ضحايا أم لم يسقط ضحايا. العالم منذ الحرب العالمية الثانية بدأ بتحريم وتجريم استخدام الغازات الكيميائية في الحروب. العالم يحمل تجربة مريرة جدا في الحرب العالمية الأولى عندما استخدمت الغازات الشاذة للأعصاب على نطاق واسع في الحرب العالمية الأولى من قبل ألبانيا، وهناك مذبحة حتى للجيش الفرنسي سقط فيها أكثر من 10,000 جندي فرنسي، معروفة ومشهورة جدا. وبالتالي اتجه العالم نحو تحريم استخدام العناصر الكيميائية في الأعمال العسكرية. هذا الاستخدام بحد ذاته هو المحظور وهو يعتبر جريمة حرب، وبالتالي الآن ليس فقط بشار الأسد هو من ارتكب هذه الجريمة، إنما مثلث الشر في المنطقة المتمثل ببوتين، خامنئي، بشار الأسد، مثلث الشر هذا يجب أن يدفع ثمن هذه الجريمة ويجب أن يصل إلى. نتابع معكم نحن تداعيات هذا الموضوع وهذا الهجوم الكيماوي من دبي. محمد صبر المحامي والقانوني والحقوق السوري، شكرا لك سيد محمد.